الامتحان، وأيضا يعني ننطي بعض الملاحظات على المسائل اللي أرسلناها مؤخرا، كانت بعنوان المحاضرة الخامسة. فما أعرف موضوع تأجيل الامتحان هل كان خبر سار بالنسبة لكم أو خبر حزين باعتبار تأجل الامتحان إلى شعار آخر، يمكن كنتم تقدرون تخلصون منه بأسرع وقت ممكن. راح نبدي يعني نعالج على المحاضرات اللي أخذناها بس بصورة سريعة، باعتبار إحنا شرحناها بالتفصيل الدقيق في المحاضرات السابقة، وهسه ننطي فقط ملاحظات الرئيسية اللي المهمة كانت أثناء المحاضرات. فهذا السمستر مثل ما قلنا أخذنا أو ركزنا على الـ multiple reactions system، وقلنا هي التفاعلات المتعددة اللي تحدث داخل سواء كان مفاعل واحد أو عدة مفاعلات، واحنا تطرقنا فقط إلى التفاعلات المتعددة داخل مفاعل واحد. فقلنا أيضا التفاعلات المتعددة بها عدة أنواع، وأيضا يعني انطينا أمثلة لها، ولكن ركزنا على نوعين رئيسيين بها، اللي هما النوع الأول اللي هو الـ parallel reactions واللي أو التفاعلات المتوازية. التفاعلات المتوازية ببساطة هي التفاعلات اللي تنتج أكثر من ناتج، أو تسلك أكثر من طريق للتفاعل بمادة متفاعلة واحدة أو بمواد متفاعلة واحدة. على سبيل المثال المادة A ممكن أن تتفاعل بالمسار الأول حتى تنطينا المادة R، وتتفاعل بالمسار الثاني حتى تنطينا المادة S، ولكل مسار منهم كاينتيك خاصة بي وثابت تفاعل خاص بي وسرعة تفاعل معينة. وغالبا أو في كل الأحيان راح يكون يعني إذا حكينا تطبيقا عمليا أو تطبيق بالصناعة، فراح يكون تكون إحدى المواد مرغوب بيها والمادة الأخرى غير مرغوب بها. فيكون هدفنا إنه نزيد نسبة المادة المرغوب بها اللي نسميها desired product أو wanted product، ونقلل نسبة المادة الغير مرغوب بها اللي هي unwanted product أو undesired product. فشون راح نزيد النسبة بيناتهم؟ يعني لازم نطلع نسبة سرعة التفاعل مال كل مادة، فنقسم الأولى على الثانية، نقسم المرغوبة إلى غير المرغوبة. فعلى سبيل المثال هنا يقول المادة R هي المادة المرغوبة، فالمفروض إحنا نقسم نسبة سرعة تفاعل R إلى سرعة تفاعل المادة غير مرغوبة إلى اللي هي S. فنسبة RR إلى RS إحنا الهدف مالتنا إنه نسويها أعظم ما يمكن. فغرضنا إنه نحصل أعظم ما يمكن من تركيز المادة R، وبالتالي أعظم ما يمكن من سرعة المادة R نسبة إلى سرعة المادة S. فلو جينا نعبر عن سرعة التفاعل لكل المسارين، فبالنسبة للمادة R راح تكون هي dCr over dt. مثل ما قلنا بما أن المادة R هي مادة ناتجة تكون موجبة، فدي سي ار اوفر دي تي. بالنسبة للمادة اس ايضا نفس الحالة، هي مادة ناتجة ونقدر نعبر عنها بدلالة المادة اي، فالمستهلك من اي هو تحول الى المادة ار، فعن طريق مسار التفاعل الاول اللي هو ضمن ثابت التفاعل الكي 1، فصارت سرعة التفاعل عندي صارت كي 1 سي اي اس A1. الـ A1 هنا والـ A2 هي عبارة عن مرتبة التفاعل لكل المسارين. بس أنا من راح أقسم RR على RS راح يصير K1 على K2 CA A1 على CA A2، وبالتالي راح أوصل هاي المعادلة اللي هي K1 إلى K2 CA A1 minus A2. فهسه هاني الغرض مالتي نرجع نقول انه هاي النسبة تكون اعظم ما يمكن. فشلون اسوي هاي النسبة اعظم ما يمكن؟
لازم أتحكم بهاي المعادلة. فبما أنه هذا هو ثابت تفاعل ثوابت، ومرتبة التفاعل أيضا ثابتة، فاللي أقدر أتحكم به هو الكونستريشن، التركيز. فشون أقدر أسوي، شون أعرف هل أحتاج هاي كونستريشن أو لو كونستريشن من المادة أي حتى أخلي هاي النسبة أعظم ما يمكن؟ هذا راح يعتمد على مرتبة التفاعل. مرتبة التفاعل إذا كانت مرتبة التفاعل اللي قلنا إحنا الـ A1 هي مرتبة التفاعل للمادة المرغوبة، والـ A2 هي مرتبة التفاعل للمادة الغير مرغوبة. فإذا كانت مرتبة التفاعل للمادة المرغوبة أكبر من مرتبة التفاعل للمادة الغير مرغوبة، فبهالحالة المفروض أستخدم high concentration of A حتى أحصل high ratio of R over S. إذا كانت الحالة معاكسة، أي بمعنى أنه مرتبة التفاعل للمادة الغير مرغوبة هي أكبر من مرتبة التفاعل للمادة الغير مرغوبة، فاللي يحتاج أنه أستخدم low concentration of A حتى أحافظ على هاي النسبة عالية، وبالتالي أحصل نسبة أعلى من المادة المرغوبة. حالة أخرى، في إذا كانت مساري التفاعل دول بالنسبة للآر والأس مرتبة التفاعل بالنسبة لهم متساوية، أي متساوية، فالمرتبة على سبيل المثال اثنين هم من المرتبة الأولى، فراح يكون A1 مساوي لل A2، وبالتالي هاي هنا الأس يصير صفر، فالكونستريشن ما راح يكون إلى تأثير عليه النسبة. فبهالحالة راح يكون اللي نقدر نتحكم به هو ثابت التفاعل. وقلنا احنا سابقا ثابت التفاعل هو function of temperature. ليش؟ لأن تذكرون ان اخذنا معادلة أرينيوس اللي تقول K هي function of temperature، K تساوي A exponential minus E over RT. فهاي المعادلة الشهيرة تقول انه ثابت التفاعل هو function of temperature، فعن طريق تغيير التمبريتشر او استخدام التمبريتشر المناسبة راح اقدر اتحكم بنسبة المادة المرغوبة الى المادة الغير مرغوبة. شلون اقدر اعرفها؟ عن طريق، هي ايضا قلنا هي function of temperature function of activation energy. فاذا كانت الاكتيفيشن انرجي للمادة المرغوبة اعلى من المادة الغير مرغوبة، اللي هو كل الكلام مكتوب هنا، فحتى نجي نشوف بالضبط وين. اذا اف اي ار اكبر من اي اس، يعني اكتيفيشن انرجي للماده المرغوبه اكبر من اكتيفيشن انرجي للماده الغير مرغوبه، فالمفروض استخدم هاي تمبريتشر. واذا كانت اي ار اصغر من اي اس، يعني كانت الاكتيفيشن انرجي للماده الغير مرغوبه هي الاكبر، فالمفروض استخدم low temperature. استخدم low temperature حتى احصل على نسبة عالية من ال R على من ال concentration of R مقارنة بال concentration of S. وبعدين جينا حكينا على النمط الـ contacting pattern شلون يأثر بالنسبة للتفاعلات المتوازية، وقلنا شلون مثلا ممكن نحصل على إذا كنا نريد high concentration of، إذا كانت عندنا أكثر من مادة داخلة بالتفاعل على سبيل المثال A و B، فشلون نقدر نحافظ على الـ concentration high، أو شلون نحافظ على concentration low لكلا المادتين، أو شلون نحافظ على concentration high لإحدى المواد والأخرى نبقيها low. فشرحناها هاي وأيضا واضحة من الرسم، ما أعتقد يعني بها في شيء معقد. إذا اثنينهن هاي فنضيفهن مع بعض بكميات كبيرة، إذا اثنينهن low تضاف تدريجيا المواد، وإذا وحدة هاي والأخرى low نبدي بكمية كبيرة من الهاي وثم تضاف اللو تدريجيا. هاي بالنسبة إذا كان non continuous system، يعني ماكو استمرارية بالجريان، أو باتش نعتبره هذا السيستم.
إذا كان continuous system، فإذا اثنين هم ريتهم هاي ندخلهم من المينستريم للبلاج فلو رياكتر، إذا اثنين هم لو نستخدم ميكس فلو رياكتر، وإذا واحدة هاي والأخرى لو، الهاي يدخل من المينستريم واللو يدخل من السايد ستريم، وهذا قلنا نسميه بلاج فلو رياكتر with side streams. أخذنا أمثلة، طبعاً ما راح نرجع نشرح الأمثلة، إحنا قلنا راح نشرح بس الأفكار الرئيسية لأن أكيد الوقت ما راح يكفينا. أخذنا تيرمين أساسيات مهمة اللي هم اليلد واللي رمزنا لها بالفاي واللي هي الإنتاجية، إنتاجية مادة معينة، وهي عبارة عن المولات المتكونة من هاي المادة، هي النسبة بين المولات المتكونة من هاي المادة إلى نسبة المولات المتفاعلة من المادة الأساسية. يعني هنا إذا أردنا نلقى الإنتاجية للمادة R، فهي نسبة مولات المادة R المتكونة على نسبة مولات المادة A المتفاعلة. هاي قلنا نسميها small phi أو fractional yield. وأكو الأخرى اللي هي الكابيتال فاي أو الأوفر أول يلد، وهاي تختلف عن السمول فاي. ليش؟ لأنه إحنا قلنا إذا اليلد هي هنا عبارة عن function of concentration، وإذا كان عندي plug flow reactor الconcentration راح يكون متغير على طول الرياكتر، يعني ما راح يكون ثابت، فلذلك اليلد ايضا ما راح تكون ثابته بما انه هي فانكشن اوف كونستريشن. ف بهالحاله اذا كان بلاج فلو رياكتر، فحتى احصل على الاوفر اول يلد لازم احتاج ان اكامل، مثل ما اخذنا سابقا بسرعه التفاعل شلون نحسبها، نفس الشيء بالضبط، انه المبدا واحد، بما انه عندي تغير فلازم اكامل. إذا ميكس فلور أكتر فميكس فلور أكتر فما يحتاج كامل. ليش؟ لأنه الكابيتال فاي أو الأوفر أول يلد راح يساوي السمول فاي عند الإكزيت مال رياكتر. شنو الإكزيت مال رياكتر؟ يعني at CAF، يعني at الكونستريشن النهائي. أيضا أكو يعني بعض الخلط شفته عند الطلاب يصير، فبين من بين اليلد، مفهوم اليلد، والمفهوم الآخر اللي هو السلكتيفيتي اللي نرمز له بالاس. هسه اليلد قلنا انه هي نسبة المادة المتكونة المرغوبة الى نسبة المادة المستهلكة، بينما السلكتيفيتي هي نسبة المادة المرغوبة الى الغير مرغوبة، فهي المولز of desired product formed على المولز of undesired materials material formed. وأيضا يعني شرحنا شلون ممكن نستفاد من الرسم حتى نلقى المطالب مالتنا. وأيضا للتذكير إنه البلاج فلو رياكتر دائما ناخذه ك area under the curve، والميكس فلو رياكتر هو عبارة عن المساحة مالت المستطيل. ودائما قلنا شلون نعرف مساحة المستطيل؟ نرسم من ال CAF وليس من ال CA نوت، من ال CAF نرسم ونقاطع مع الكيرف مالت الدالة مالتي، وارسم بعدين خط مستقيم اقاطع مع ال CA نوت، وبالتالي مساحة المستطيل هي هاي راح تمثل لي الميكست فلور أكتر. أما بحالة البلاج فلور أكتر فكل هاي المساحة اللي تحت المنحني هي هاي تمثل لي البلاج فلور أكتر. دكتور ليش ما بداية المحور؟ دقيقة، عفوا، منو سأل؟ ذا الفقار. شنو سؤالك بس عيد هذا الفقار؟ الرسم مع الـ CIF ليش ما بداها من بداية الـ الكاف؟ من عليه؟
هذا ها قصدك؟ ايه هذا اي مو انت هسه بالبدايه راسم داله كامله، شلون رسمتها هاي؟ اخذت نقاط متفرقه، اخذت قيم يعني عشوائيه للسي اي. هسه هو هذا مبدئيا بالبدايه، خلينا نقول الرسم بين من؟ بين السي اي، بين الكونستريشن، وبين اليلد. تمام؟ فانت اخذت قيم مختلفه للسي اي عشوائيه، وعن طريقها حسبت اليلد، فقدرت ترسم هاي الدالة. فقط هذا الكيرف، هذا اللي هو بالأسود البولد. بعدين انت السي اي اف هو مو بالنهاية ينتهي، مو عفوا مو بالضرورة ينتهي مع نهاية الدالة اللي انت رسمتها. السي اي اف هو التركيز النهائي الخارج من الرياكتر. التركيز النهائي الخارج من الرياكتر انت تحدده على الاكسس مالتك وتقاطعه مع الدالة. يعني هذا الشيء ما متصل بالدالة اللي انت رسمتها. الدالة اللي انت رسمتها هي عبارة عن نقط عشوائية انت اخذتها حتى ترسمها وحتى تسقط عليها الفاينل كونستريشن مالتك. واضح لو مو واضح؟ very well. طبعا هم حتى لا يفوتني، انه ولو راح ناخذها هسه ممكن مثال، التفاعلات المتوازيه مو بالضروره تكون بمسارين، ممكن تكون اكثر من مسار، واحنا اخذناها هم يمكن باحد الامثله هنا او بالمحاضره اللي بعدها ايه اخذنا ثلاثي. الثانيه. هسه ما اعرف المحاضره الثانيه ايضا ظاهره يمكن، لو لازم اسويها شير اي موجودة. الثانيه هسه امامكم اللي هذا التفاعل الثلاثي. نعم. نعم. إذا كان أكثر من مسار للتفاعل، وأكيد راح تكون إحدى المواد هي المرغوب بها، فبهالحالة من أريد أقارن على سبيل المثال بين الأكتيفيشن إنرجيز المواد المرغوبة وغير المرغوبة، فراح أقارن بين المرغوبة وبين الافرج مال الغير مرغوبة، وعن طريقها اقدر احكم انه which temperature is proper for my reaction، يعني يا درجة حرارة هي الافضل او المناسبة للتفاعل مالتي. اللي هو هذا بالضبط، هذا نفس الشيء اللي هسه حكيت عنه. ف المادة المطلوبة هي هنا البي، هي الديزايرد، هاي المادة اللي بالنص هي المطلوبة. فهنا هم كان يسأل على شنو أفضل تمبريتشر ممكن تشتغل عليها، ومنطينا اكتيفيشن انرجيز مال هاي المسارات الثلاثة، 10,000، 15,000، 17,000، 10,000، 15، 17. فتاخذ الافرج مال 10 و17 باعتبار هذول الاثنين غير مرغوب بيهم، وتقارنها ويا ال 15. اذا كانت اصغر من عتها فالمفروض تستخدم هاي تمبرتشر، اذا يعني كانت مالت الغير مرغوبه اصغر منها. واذا كانت الغير مرغوبه اكبر من المرغوبه فالمفروض تستخدم لو تمبرتشر. النوع الثاني من التفاعلات أيضا أخذنا الـ series reactions أو التفاعلات المتتالية. والتفاعلات المتتالية من اسمها أنه هي تحدث على التوالي، يعني يحدث التفاعل الأول ومن ثم يحدث التفاعل الثاني. يعني المادة A تتفاعل لتكون المادة R، وعن طريق كاينتك معينة وبثابة تفاعل معين وجبوا الغاز لازم غير مكانه. زين. ف
فعن طريق كل منهم الأثاث التفاعل معين، فحتى نفس بسرعة التفاعل لأي مادة من هذه المواد، احنا قلنا سابقا انه المادة اذا تستهلك فقط، فمن نكتب سرعة التفاعل نكتبها ننطيها إشارة سالبة. أما إذا كانت المادة تتكون أو تنتج فتأخذ إشارة موجبة. فبالنسبة للمادة أي، المادة أي تكونت، فعند كتابة قانون سرعة التفاعل لازم تأخذ إشارة سالبة، فماينس كي 1 سي أي، المادة أي استهلكت. فالمادة R صار بها تكونت من المادة أي أنتجت المادة واستهلكت في نفس الوقت، فتكونت يعني موجبة بهذا المسار، كانت موجبة ومن ثم استهلكت بهذا المسار فصارت سالبة. ف K1 CA موجبة بعدين استهلكت صارت ماينس K2 CR. المادة S فقط تكونت فهي موجبة ف K2 CR. هنا أنا بالنسبة هاي أيضا سألوا عليها الطلاب، هذا بما أنه إحنا هنا ما حلينا هذا التكامل، عفوا مو التكامل، الاشتقاق، فقط كتبنا this is the first order differential equation of the form هذا، و after solving we get this equation. فهذا يعني هنا هذا الشيء إحنا ما حلينا، فأكيد غير مطلوب يعني الاشتقاق. وبالتالي يعني إذا يجيك سؤال مطلوب من عنده إنه أو تحتاج إنه تستخدم هاي المعادلة، فتأكد إنه هاي المعادلة راح تكون موجودة على ورقة الأسئلة، يعني من ضمن الفورمولاز اللي أنطيها ضمن الأسئلة. فأي اشتقاق حليناه أثناء المحاضرة وأثناء المحاضرات هذا الاشتقاق مطلوب. أي اشتقاق قلنا يعني راح يكون بالشكل التالي وما تطرقنا للخطوات مالته أو ما حلينا فهذا غير مطلوب. يعني قبل أن نتحول للمحاضرة الثالثة، إذا أحد عنده سؤال. دكتور، هاي السلايد سلايد 5، هو هذا البوتبراري مالتيبل رياكشن هو نفس السيريس؟ لحظة هسه، المحاضرة الثالثة يا صفحة، لا، هي هاي الثانية صفحة 5. ثانية صفحة 5. نعم، من ايه وين؟ هاي البوتبراري اوف مالتيبل رياكشن، اي شنو هي هاي سؤالك؟ السيريز، هي هاي السيريز غير؟ اي هو بالبداية احنا هذا هيك بمجرد مقدمة بسيطة انه اكو هاي عدة انواع من التفاعلات المتعددة، بس بعدين شرحنا فقط على السيريز رياكشنز. شارحين فقط البلاك والهذا والميكس بالمحاضرة الثالثة صح؟ نعم. نادر البقية أكو سؤال لو كمل. زين، ثالثي أيضا أخذنا موضوع الريسايكل رياكتر
واشتقينا الريسايكل رياكتر، أو اشتقينا عفوا معادلة الريسايكل رياكتر، وقلنا اشتقاقها مطلوب بما أنه احنا اشتقيناها بالمحاضرة وأخذنا وقت بيها كافي وعدناها يمكن أكثر من 3 مرات. وبالنهاية وصلنا للمعادلة النهائية العامة للريسايكل رياكتر، وأيضا قلنا للفيرست أوردر راح تكون هاي المعادلة، والسكند أوردر راح تكون هاي المعادلة، والمعادلتين هم غير مطلوبين للحفظ، فهذول أيضا إذا يجيك سؤال عن الريسايكل رياكتر يخص هذول المعادلتين بالضبط، فراح يكونون موجودين بورقة الأسئلة. دكتور، المقطع الثاني مع السؤال اللي بخصوص الريسايكل، ما شرحته. هذا السؤال ايه هو هذا السؤال، المقطع الثاني هاي مال for block reactor without recycle. هسه هو السؤال شو يقول؟ يقول at present we have 90% conversion of liquid feed n equal to 1 CA not 10 to our plug flow reactor without with recycling of product are equal to efficient recycling by how much this will change. Okay. فالسؤال شو يقول؟ يقول إذا عندنا conversion 90% والتفاعل كان من الدرجة الأولى ومنطقنا سي اي نوت قيمتها تساوي 10، هاي كل المدخلات تدخل إلى plug flow reactor وبي ريسايكل، فإذا وقفنا سوينا شت اوف للريسايكلينج مالتنا، فهذا شلون راح يأثر على البروسيسنج ريت مالت الفيد مالتنا حتى يبقى ببقاء الكونفرجن ثابت 90%. فاحنا قلنا بما انه فيرست اوردر ايكويشن راح نستخدم فيرست اوردر ايكويشن وذ ريسايكل، راح نستخدم هاي المعادلة، وبالتالي راح احسب قيمة الكي تاو، كي تاو ار، الار ترمز لي ريسايكل، بعدين اجي احل اذا ما كان اكو ريسايكل، ما كان اكو ريسايكل هو شو ايش قايل؟ قايل بلاج فلو ريكتر وذ ريسايكل، اذا ماكو ريسايكل يعني بقى بس بلاج فلو ريكتر عادي بدون ريسايكلينج. فقانون بلاج فلو ريكتر اللي اخذناه بالسمستر الاول لما تشتق راح توصل لهاي المعادله اللي هي كي تاو ماينس لين واحد ناقص اكس اي، ويعني اتمنى انه انتم ما ناسين هذا القانون اللي هو يجي من ماينس دي سي اي اوفر دي تي تساوي كي تي، ومجرد ما تكامل تكامل بسيط راح توصل لهاي النتيجه. فنرجع نقول انه without recycling يعني هو plug flow reactor عادي، فاقدر اطلع قيمه الكي تاو، فصارت عندي قيمتين للكي تاو، انا كي تاو بي يعني الكي تاو البلاج فلو ريكتر، فاقارن قيمه الكي تاو عند ما كان اكو ريسايكلينج وما اكو ريسايكلينج، قيم الكي ثابته لذلك تختصر هنا، بيظل ظل فقط التاو، فالتاو هو في اوفر في نوت، الفي نوت هو البوليمتريك فلو ريت او اللي هنا هو مسميه بروسيسنج ريت، فالفي ايضا يختصر فيبقى عندي فقط البوليمتريك فلو ريت، وبالتالي اقدر اعرف شلون تغيرت نسبه البروسيسنج ريت بوجود وعدم وجود الريسايكل.
زين. في المحاضرة الرابعة أخذنا موضوع الـ heterogeneous reactions، والـ heterogeneous reactions قلنا أنه هي التفاعلات الغير متجانسة اللي يكون بها أكثر من طور للمواد المتفاعلة. وقلنا هذا الشيء أيضا مو بالضرورة مثل ما احنا نفهمه. ليش؟ لأنه مرات تفاعلات من نفس الطور وأيضا تعتبر غير متجانسة أو heterogeneous reaction. شلون؟ لأن قلنا أحيانا بعض التفاعلات اللي هي مثلا على سبيل المثال liquid-liquid reactions، بعضها مو كلها، بعضها عندما تكون يحدث بها mass transfer فراح يكون بهالحالة نوع التفاعل هو تفاعل غير متجانس. فاللي راح يحكم لي او يحدد لي هنا هو موضوع وجود الماس ترانسفير. فوجود الماس ترانسفير راح يخلي الرياكشنز غير متجانس او هيتروجينيوس رياكشنز. وايضا قلنا تقسم الى تفاعلات with catalyst، يعني heterogeneous reactions with catalyst او without catalyst، و أنطينا أمثلة على كل منهم. وبعدين أخذنا rate equation for heterogeneous reactions وشون ممكن نكتب معادلة الريت للتفاعلات الغير متجانسة. وقلنا أيضا بها أكثر من نوع. النوع الأول اللي هو تفاعلات متوازية، وبهالحالة في حالة التفاعلات المتوازية فالـ overall rate هو مجموع rates مالت الخطوات. فإحنا أيضا نرجع نذكر نقول إنه التفاعلات الغير متجانسة ممكن تحدث على عدة خطوات، يعني مو مثل سابقا التفاعلات المتجانسة كانت تحدث بخطوة واحدة. فنقدر نكتب معادلة التفاعل هي راح تعبر لي عن الـ overall rate equation، بينما هنا بما أنه عندي أكثر من خطوة فهنا عندي ممكن لكل خطوة هي rate معين. فإذا كانت هذه الخطوات متوازية فالـ overall rate راح يساوي summation مات الخطوات كلها، ما الـ rate مات الخطوات كلها. إذا كانت التفاعلات متتالية أو series reactions أو series عفوا steps فالـ overall rate راح يساوي الـ rate مال كل خطوة، مال كل خطوة العفو. فغالبا أو في كل الحالات اللي إحنا راح نتطرق لها أو اللي راح ندرسها راح تكون التفاعلات أو الخطوات متتالية. يعني فراح ما راح أعتقد ما راح يمر علينا هذا الشيء هسه أثناء دراستنا. فأكثر شيء راح نركز على الخطوات المتتالية واللي هي يكون بها الـ overall rate يساوي الـ rate مات الخطوة الأولى والخطوة الثانية وهكذا. وأيضا أخذنا موضوع المفهوم الـ concept of rate controlling أو limiting step، يعني المفهوم أو مبدأ الخطوة المتحكمة بالتفاعل أو الخطوة اللي ممكن نسميها المحددة للتفاعل. وأيضا شرحنا شلون ممكن نعرف من الخطوة الهامة أو المتحكمة أو المحددة للتفاعل وشلون نحددها عن طريق المعادلة اللي وصلنا لها هاي المعادلة النهائية اللي وصلنا لها بعد هذا الاشتقاق طبعا.
وهذا الاشتقاق شلون وصلنا له؟ وصلنا له انه قلنا لو نفرض على سبيل المثال عندنا التفاعل التالي اللي هو تفاعل غاز with solid، فأي هي مادة غازية انتشرت إلى سطح المادة الصلبة بي، فصار بعدها تفاعل على سطح المادة الصلبة بي بين أي وبي حتى تنتج لنا المادة R. فهسه أنا اللي يهمني هنا شنو صار، اللي يهمني كم خطوة صارت. فالخطوات اللي صارت هي إنه المادة A انتشرت إلى سطح المادة الصلبة B، وبالتالي صار انتشار، يعني صار ماس ترانسفير. فهاي الخطوة الأولى، الخطوة الأولى هي خطوة ماس ترانسفير من A إلى B، من الغاز للصلد. الخطوة الثانية شنو صار للمادة A؟ تفاعلت على سطح المادة B، تفاعلت المادة A، فصار عندي خطوتين، وهذه الخطوات متتالية لأن حدثت واحدة تلو الأخرى، فصار ماس ترانسفير ومن ثم صار تفاعل. فحتى نجي نعبر عن كل خطوة على حده، لازم نكتب بالبداية خطوة الماس ترانسفير اللي هي قلنا من from gas to solid. فال كي جي، يعني الجي ترمز للغاز والكي هي الماس ترانسفير كوفيشنت، فخطوة الماس ترانسفير هي عبارة عن الماس ترانسفير كوفيشنت في التغير بالكونستريشن. شنو التغير بالكونستريشن اللي صار عندي؟ صار تغير من المادة الغازية للمادة الصلبة from gas to solid. فالكونستريشن CAG اللي هو الغاز to CAS from gas to solid، هاي الخطوة الأولى كتبناها. والخطوة الثانية هي خطوة التفاعل مثل ما أخذناها سابقا، اللي هي عبارة عن K CA. CA منو منعتهم؟ CAS ليش؟ لأنه التفاعل وين صار؟ صار على سطح المادة الصلبة. فبما أنه قلنا التفاعلات صارت متتالية، فالريت الـ over all rate يساوي الريت بهاي الخطوة ويساوي الريت بهاي الخطوة، يعني هاي الخطوة مع هاي الخطوة متساوي الريت بيهم، فنساويهم يصير KGCAG minus CAS تساوي KCAS، اللي هن هذولي الخطوات سويناهم وطلعنا علاقة تربط بين الـ CAS والـ CAG. فمن طلعت هاي العلاقة أجي أعوض الـ CAS في إحدى المعادلتين، أعوضها هنا فصير مكان الـ CAS أجي أعوض هذا المقدار، راح أوصل بالنهاية إلى هاي النتيجة النهائية. دكتور إذا عوضناها بالـ RA1 تطلع نفس النتيجة؟ ماكو مشكلة، هم صحيحة إذا تعوضها هنا. زين، الواجب اللي أعطيتنا إياه أنا عوضتها بالـ RA2، طلعت معادلة بس ما بسطتها، لا يعني صارت المعادلة كلش بسيطة. أما الواجب الحل النموذجي أنت معوضها بالـ RA2. هو هسه هنا انا حتى بالمحاضرة ايش كاتب انه ممكن انت تعوض هاي بالمعادلة اي، ما الله خلي اشوفها وين كاتبها. هاي بالاثنين جوا بالواحدة أو بالاثنين ثلاثة، أي واحد اثنين أو واحد ثلاثة. اي فانت عوض باي معادلة ماكو مشكلة، يعني تمام. تمام، فغالبا يعني الأسئلة اللي أخذناها بخصوص هذا الموضوع اللي هي كانت بدايات هي نفس المبدأ، إنه أنت تحدد الأطوار اللي عندك وتعرف شنو جاي يصير بالضبط، وعلى أساسها تشتق المعادلة مالتك. فهذا المثال ايضا يقول لك diluted A diffuses through a stagnant liquid film into
or on a plain service. هاي تو زايدة on a plain service of solid. On this plain service A and B react to yield. المهم يعني المادة A اللي هي liquid تنتشر إلى سطح المادة B اللي هي solid حتى تنتج لي المادة R. فأيضا اللي صار هنا إنه صار عندي mass transfer من المين body of liquid إلى السيرفيس of solid. فصار عندي تغيير بالconcentration من الحالة concentration مات المادة أي من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. فصار هنا أكو mass transfer ومن ثم صار أكو تفاعل. فأيضا أكتب كل خطوة على حدة وأساوي الخطوات مع بعض وأعوض CAS هنا بالمعادلة إلى أن أوصل إلى هاي النتيجة. اللي راح يختلف شنو عندي إذا تغيرت الأطوار. فمثلا هنا لو كان أكو هنا هسه وش يقول liquid لو كان أكو غاز مثلا فاللي راح يختلف عندي مكان ما هنا CAL راح تصير CAG ومكان ما KL تصير KG. فيعني هاي الرموز أيضا مهمة وضرورية يعني واحد ينتبه لها ويميز بالبداية. يحدد الأطوار أول ما يجيك السؤال تقدر تحدد الأطوار وتنتبه لها وعلى أساسها تشتق المعادلة مالتك. بالنسبة لل الواجب للأسف بعض الطلبة لحد الآن ما مسبمتين الواجب والبعض الآخر سلموا متأخرا. فيعني أكيد اللي سلم متأخر ما راح يحصل درجة كاملة واللي ما سلم ما راح يحصل الدرجة نهائيا. أقصد درجة الواجب مو درجة التقييم الكلي، لا درجة الواجب فقط. لأن حتى بعد انتهاء الوقت مددناه لمدة يوم كامل وأيضا بعد يوم سلم متأخرا. المثال الأخير بهاي المحاضرة هو نفس المثال السابق، بس اللي اختلف أنه هناك أنا كتبت سرعة التفاعل. يعني من حليت السؤال من أو من أنت تحل السؤال أنت راح تكتب قانون سرعة التفاعل اللي هو KCA. هنا هو بالسؤال لا قايل لك قانون سرعة التفاعل هو هذا، فهذا نفسه تجيبه وتخليه كقانون سرعة التفاعل وتساوي مع خطوة الماس ترانسفير وتغل، يعني ما بي أي مشكلة. المحاضرة الخامسة هي حلول أو مسائل محلولة للمواضيع اللي أخذناها سابقا، وغالبا هي بسيطة فما يحتاج ناخذ وقت بها طويل. السؤال الأول يعني اطرحها وانا التفاعلات التاليه دكتور النظر ضعيف يمك. المواد المتفاعلة جاي تنطيني نواتج مختلفة، فهذا ممكن يكتب بالشكل التالي A زائد B ينتج R بهذا المسار وينتج S بهذا المسار. دكتور عفوا كان الصوت منقطع هسه يلا وصل. الصوت منقطع هسه يلا وصل. استاذ
ماكو صوت، هاي مش وقت. هو هسه بداية السؤال. دقيقة، صار 6:16، يعني صار ربع ساعة مقطوع الصوت. لا أستاذ، قبل شوي، قبل دقيقة هيك انقطع. لا بنمزح تمام، طوال. اوكي. تمام، اوكي. اذا يعني هسه من بدي اشرح السؤال الاول، المثال الاول. هسه الصوت واضح تمام، لو هم بعد بي مشكله. واضح. واضح. اوكي، شكرا. فالمثال الاول شو يقول؟ يقول هاي التفاعلات، او هذا التفاعل المتوازي، والتفاعل المتوازي واضح انه اي زائد بي هي نفس المادة المتفاعلة، جاي تنطيني R وتنطيني S. فهذا ممكن يكتب بالشكل التالي، انه اي زائد بي ينتج R بهذا المسار او S بهذا المسار. فيعني سواء اجى بهذا الشكل او بذاك الشكل فهو تفاعل متوازي. فيقول what reaction schemes and conditions would you use to have a maximum concentration of R for the following parallel reactions. الصوت واضح لو به تقطيع؟ لا تمام. تمام، مو حتى احول على غير شبكه اذا. تمام، صوت واضح؟ اي جيد. جيد. زين، فهسه يقول شنو اللي الظروف اللي تخلي لي الديزايرد برودكت مالتي اعظم ما يمكن؟ منطيني سرعة التفاعل لكل المسارين، لمسارات التفاعل اللي تنطيني واحدة مرغوبة واحدة غير مرغوبة. فاحنا قلنا شنو القانون مالتنا؟ انه اقسم المرغوب على غير المرغوب حتى اعرف، حتى اقدر اتحكم بالمعادلة النهائية شلون اخليها تنطيني اعظم ما يمكن. فاقسم سرعة التفاعل الاولى على الثانية، فبعد الاختصار راح تكون بهذا الشكل. ف الواضح انه شنو عندي؟ عندي سي اي بالمقام، اي بمعنى انه اذا سي اي هاي اذا ارفع للبسط، بمعنى اخر راح يصير الاس مالتها سالب. فاحنا قلنا اذا الاس سالب معناها شنو؟ معناها انه الغير مرغوبة اكثر من المرغوبة. معناها شلون نعلي هاي النسبة؟ قصدي حتى نعلي هاي النسبة لازم نستخدم low concentration. تمام، فشلون ايضا شنو الكونديشن الاخرى المطلوبة؟ هي من ضمن الكونديشن هي التمبريتشر. ايش معنى نستخدم high or low temperature؟ فعن طريق مقارنة الاكتيفيشن انرجي. لان هنا هسه هو القانون، وكأنما هذا مضروب في سي اي سي بي، وهذا المقدار مضروب في سي اي سي بي، اي انه هذا المقدار كله هو عباره عن كي. فهذا بمن يذكرنا؟ هذا عباره عن ارينيوس اكويجن، اللي هو اي اكسبونينشال ماينس اي اوفر ار تي. تمام، فهذا المظلل هسه حاليا هو ارينيوس اكويجن، هذا هم نفس الحاله هذه من اللي هنا. فهذا هو Arrhenius equation. وين قيمة الاكتيفيشن انرجي؟ هي هاي، لأن هي البسط مال الباور مال الاكسبونيشن. لأن قانون Arrhenius equation يقول A exponential E to the minus E over RT. فهذا هو الاكتيفيشن انرجي. فاذا نقارن بين الاكتيفيشن انرجي الماده المرغوب بها والغير مرغوب بها، فراح نلقى الغير مرغوبه هي اعلى،
بالنسبة للاكتيفيشن انرجي مالتها، فنستخدم لو تمبريتشر. وطبعا نقول احنا ما راح نستخدم فيري لو تمبريتشر. ليش؟ لانه ممكن التفاعل ايضا ما يحدث اذا تصير يعني درجة الحرارة واطئة جدا. فاحنا نستخدم درجة حرارة واطئة بس مو لدرجة انه ما يحدث التفاعل اصلا. ايضا هنا نفس المبدأ بالضبط، منطق عدة تفاعلات، وهو هذا عبارة عن تفاعل متوازي ينطيك أكثر من فرع أو أكثر من مسار، وواحدة من التفاعلات أو واحدة من المواد هي مادة مطلوبة والمادتين الأخريات إنها غير مطلوبة. وقلنا بهالحالة راح شنو المطلوب هو the reactant، how under which condition reactor type temperature. هذا بالضبط نفس السؤال اللي ماخذينه سابقا كفكرة يعني قصدي. فإذا أريد نعرف at which temperature المفروض نشغل الرياكتر مالتنا، نقارن بين الاكتيفيشن انرجيز مالت المواد كلها ونشوف وين المرغوبة والغير مرغوبة. وعلى هالأساس المرغوبة إذا اكتيفيشن انرجي مالتها أكبر فنستخدم هاي تمبريتشر، وإذا على العكس نستخدم لو تمبريتشر. وأيضا ممكن نقسم المعادلات بالنسبة للمرغوب إلى غير المرغوب. دكتور نعم، لأن شلون عرفنا المادة المرغوبة من غير مرغوبة؟ شلون عرفنا المادة؟ نعم واضح سؤالش. السؤال شو يقول؟ يقول how and under what conditions reactor type temperature should the above reaction be carried out to maximize the formation of R. فأنا أريد أسوي maximize the formation مع ال R، معناها ال R هي المرغوبة، وبين قوسين هم كاتب minimize the formation of S and T، فهذول ال S وال T هم الغير مرغوبين. واضح؟ اي واضح دكتور. زين، السؤال الثالث. العفو دكتور، اي تفضل. بالنسبة للمثال الأول الاكسبونيشال ليش صعد لفوق؟ يعني مو المفروض تطرح انه طلع نتيجه؟ هي المثال الاول. ايه المثال الاول وين مرتبة؟ وين سؤالك؟ دكتور المثال الأول اللي هو مكتوب ار بي ريت البي على ريت الاس، وهسه احنا اكسبونيشال اي سالب 273 على تي، من نطرحها من سالب 2000 تصير 1727. شو جوا ناز؟ لأنه سالب 1273 ناقص 2000 أو 20001. هاي أخطاء أعتقد. هاي أخطاء رياضية يعني أخطاء طباعية مو بالطباعة هاي صايرة. يعني هنا هذا أكو واحد زايد نازل، وهنا نهم أكو واحد، اختصر الواحد وإلى الواحد. فهذا خطأ طباعي بالطباعي نازل. دكتور بالسؤال الثاني احنا طلعنا بس تمبرتشر، ما طلعنا البرجر والريكتر تايب. منو اللي جاي يحكي؟ بس لحظة عليك. يا سؤال السؤال الثاني طلعنا بس التمبريتشر، ليش ما طلعنا البريشر والريكتر تايب؟ سؤال
ثاني هذا اي هو هسه ايش قايل؟ قايل تمبرتشر والبريشر والريت. ليش ما طلعناها؟ مو هذا الفرق سي يوزنج سي اس تي ار، هو هذا الريكتر تايب نوعه سي اس تي ار يوزنج لو بريشر، هو هذا اللو بريشر، يعني هو هذا البريشر المفروض الشغل عند الريكتر يعني موجود، ليش ما موجود؟ زين شلون عرفنا هذا ال هاي الريكتر للريكتنات هاي؟ شلون تعرفها هاي؟ شرحنا احنا بالمحاضرات بأول محاضرة. تمام. هسا حتى بالمراجعة أول ما تطرقنا لها هي تطرقنا لهذا الموضوع قبل شوية شرحناه. تمام. فهسا نكمل على السؤال example 3. فان اكيوس فيد A CA نوت منطينا أيضا قيمته enters a reactor and a mixture of AR. أوكي تمام. فيقول المادة A تدخل للرياكتر وينتج لي مزيج من ال R وال S وال A. Find the operating conditions اللي هي ال XA ال conversion وال tau وال CR which maximize CR in MX flow reactor. فأيضا منطيني هو معادلات التفاعل، ومن خلال معادلات التفاعل استنتج التفاعل الموازي نفس المادة المتفاعلة تنطيني أكثر من هذا. أيضا هنا أنا كان أكو أخطاء بالطباعة، فهذه من ضمن المعطيات المفروض تكون. فالأي تنتج R وتنتج S بنفس الوقت، ومنطيني سرعة التفاعل لكل واحدة من عندهم، وأيضا منطيني قيم ثوابت التفاعل. فالمطلوب من عندي أنه ألقي الـ operating conditions هذولي حتى يعني ينطوني أعظم قيمة للـ CR. فمثل ما قلنا سابقا حتى أقدر ألقي أعظم قيمة للـ CR لازم ألقي أكتب قانون الإنتاجية اللي هو يساوي قانون الإنتاجية، هو عبارة عن المستهلك من المادة المرغوبة على الناتج من المادة المرغوبة أو عدد مولات المادة المرغوبة، أو أيضا نقدر نكتب بدلالة سرعة التفاعل للمادة المرغوبة إلى المستهلك من المادة الأساسية. المستهلك من المادة الأساسية هي الأي استهلكت بمسارين، استهلكت لتنتج R وتنتج S في نفس الوقت. فنقدر أيضا نكتبه بدلالة CR والCS، يعني هذا DCR DCS هو عبارة عن المستهلك من A. فبما أنه سرعة التفاعل معطات في السؤال فتكتب بالشكل التالي وتبسط المعادلة. هنا أخذ قسم على CA تربيع عامل مو عامل مشترك، وإنما قسم عليها. فCA تربيع هنا راحت هنا راحت، هنا صارت 5 على CA، وبالتالي وصل إلى هاي المعادلة. والCRF هي عبارة عن التغيير بالتركيز في الفاي. هنا هم أيضا كان هذا الرمز مكتوب خطأ، المفروض هي فاي فاي كابيتال. فحتى نلقى أعظم تركيز دار إنه لازم نشتق ونساوي بالصفر، فالباقي كله عبارة عن خطوات رياضية. نشتق هاي المعادلة نساويها بالصفر. نسيت مسارة العلاقة عكسية. هاي قديمة، هذا ما أعرف السؤال هسه أجل أو قديم.
هذا بالسؤال الأول، يعني جاوبت عليه ولا لا؟ دقيقة خلي أكمل هاي ونرجع لك. فقلنا نشتق ونساوي بالصفر، و بعدين نلقى قيمة السي اي اللي أعوضها بالمعادلة الرئيسية مالتي حتى أعرف قيمة أعظم قيمة للسي ار ممكن أحصلها شنو هي. وبالتالي مجرد ما لقيت أعظم قيمة للسي ار راح أقدر أحل باقي المتطلبات مالتي، تكون بسيطة اللي هي الكونفيرجن التاو، هي فقط الكونفيرجن والتاو. السؤال الأخير أيضا أعتقد نفس الفكرة، يعني هم تفاعل متوازي و بمسارين مختلفين ومنطيني قانون سرعة التفاعل لكل منهم، وتطبيق مباشر. ما أعرف إذا عليه أسئلة، إذا عليه سؤال ممكن نحله. العفو دكتور، بالنسبة للمثال الأخير، بالنسبة للمثال الأخير، أنه إذا نعتبر الـ هو المرغوب والاس هو غير المرغوب، راح يعطي نفس النواتج بالضبط، يعني ما نضطر نشتغل على هاي الطريقة، فعادي نحل بيها. دقيقة بس، السؤال الأخير هذا شلون؟ بس سؤالك عيده. اكزامبل 5 هسه، هو من جاي يحل، جاي يحسب التاو وبعدين يعوض انه يطرح السي ار ناقص السي ار نوت والسي اس ناقص سي ار نوت ويجي النتيجة. انا البارحة من حليته اعتبرت انه الغاء الار هو المرغوب والاس غير المرغوب وحسبت الانتاجية، ينطي نفس النواتج واقصر من هذا. زين هو هذا شو يقول؟ فاين سي ار سي اس، لكم درايت لكم ناس فلو اوكي فروم انترنت كومبوز ميكسر اوف اي اند ار يس يس فاين سي ار سي اس. إذا ما محددة كان بالسؤال إنه منو المادة المرغوبة أو منو الـ concentration اللي نريد نسوي ماكسيموم، فعادي ماكو مشكلة. تمام دكتور. يعني وهاي بالأخير هي عبارة فقط للتأكد إنه يعني هاي خطوة زايدة إنه حلك صح لو خطأ. ال سي اي نوت هي تساوي سي اي زائد سي اي سي ار زائد سي اس، هاي هيجي خطوة زايدة فقط للتأكد. هسا نرجع للسؤال اللي سألته زميلتكم المثال الأول، وأنا السؤال أرجع لك. أستاذ أقصد، أول شيء مرحبا أستاذ، أقصد هنا السي اي، مو أكو علاقة عكسية صارت بين الـ RB على S والسي اي؟ لهيك اعتبرنا أنه تقليل السي اي راح يزيد النسبة مع الـ RB على S، مو؟ يعني ما له علاقة بالأس، لأن هنا الأس موجب، يعني لازم نزيد مو نقلل. لا الأس سالب، ليش الأس موجب؟ هسه بما أنه بما انه هسه بس سوي ميوت حتى اقدر اجاوب، عشان الصوت قاعد يرجع عليك. فهسه احنا مبدئيا نقسم الماده المرغوبه او سرعه التفاعل للماده المرغوبه الى سرعه التفاعل للماده الغير مرغوبه. فقسمنا وبعد الاختصار صارت عندي هاي المعادله اللي هاي اللي جوا هي هاي. صار عندي السي اي اس 0.5 بس هو بالمقام، يعني هذا اذا اصعد للبسط راح يصير سي اي اس ماينس 0.5. فبما انه صار الاس مالته ماينس، فالمفروض استخدم لو كونستريشن
حتى احص حتى يعني اكبر النسخه مالتي مالت الماده المرغوبه الى الماده الغير مرغوبه. فما اعرف اذا هو هذا سؤالك يعني بالضبط او استاذ هذا سؤالي. صار عندي سؤال ثاني. نعم. السؤال الرابع. هنا لما نطلع التاو ليش اعتبر ليش ما اخذ السي اي نفسها اللي طلعناها بالخطوه الاولى؟ من طلع شنو؟ احنا السي اي مو طلعناها بالخطوه الاولى ورا ما سوينا للصفر، تالي من جاي يطلع يستخرج التاو رجع طلع السي اي جديده، ما اعرف شو سوى، ليش ما طبقنا حطينا السي اي مباشره؟ بس سؤال الاكزامبل 5 مو جاي تحكي 4 هو وين 4 ماك؟ هو 3 5 صاير؟ ايه اوكي، يعني 3 هسه السؤال على اكزامبل 3 ولا 5؟ دقيقة 3 اوكي. فسؤالك انه هو احنا طلعنا سي اي مقدارها 10 بالبداية، ليش ما رجع استخدمها من طلع قيمة التاو؟ ليش؟ لانه هاي مو قيمة السي اي الفعلية اللي عندي بالتفاعل، هاي قيمة السي اي اللي حصلناها من اشتقينا هاي المعادلة، واللي هي السي اي اللي تنطيني اعظم قيمة للمادة المرغوبة. فهاي مو هاي مو هي السي اي فاينل الفعلية، اذا كان هذا سؤال. ايش ما اعرف. تمام استاذ، شكرا جزيلا. عفوا. العفو استاذ، بس إذا تعوض سي اي راح تنطيك نفس النواتج، يعني حتى لو تجيب العشرة وتعوضها تنطي نفس النتيجة 5/10 منت. هسه دقيقة بس خل أشوف، هو هاي التاو هي اللي عليها المشكلة، هاي التاو مو كيس؟ لا آخر التاو يا آخر تاو، هي هاي غير هاي مال فورميكس. أوكي، فالتاو شو ساوي سي اي نوت اكس، هسا وين معوضها هو؟ هو ما معوض 1 - x. اي تمام، يعني حتى لو نعوض سي اي تنطي نفس النواتج، يعني إذا تعوض سي اي هنا مكان الواحد ناقص اي مكان هذا المقدار كله غير اي بالضبط. فورميكس فلورايتر اي، بس خل هو وايد التاو ايضا اللي تسوي تنطيني ماكسيمم كونستريشن اوف ار هنا. اي هو رايتها بالسؤال انه الاكس اي تمام. اذا هو كلهن هذين طالبهن الاوبريتنج كونديشن كلهن يريدهن حتى نحصل ماكسيمم، حتى نسوي ماكسمايز للسي ار. فاذا السي اي سي اي هي هاي نفسها. تمام كلامك مضبوط مرتضى، اذا نعوض هنا راح نحصل نفس النتيجه. ليش؟ لانه التاو اللي هنا طالبها هي مو التاو الطبيعيه او النورمال تاو اللي يشتغل عندها المفاعل، هو جاي يقول الاوبتيمم كونديشن او الاوبريتنج كونديشنز اللي تنطيني ماكسيمم كونستريشن اوف ار. فالسي اي اللي طلعناها هي السي اي اوبتيمم اللي تنطيني ماكسيمم كونستريشن اوف ار، وبالتالي نفسها هي راح تنطيني اوبتيمم تاو. ف عفوا لان كانت الاجابه مو دقيقه، لان ما كانت يعني فاهم المطلوب من السؤال نفسه. فكلام مرتضى مضبوط انه ايضا اذا تعوض هنا المكان التاو راح تحصل نفس النتيجة، لانه انت من اشتقيت حصلت على قيمة سي اي اللي راح تنطيك اعظم كونستريشن، ونفسها
مرتبطة بالoptimum conditions اللي راح يمطنك أعظم concentration للمادة R. ما أدري بالنسبة للبقية أكو سؤال؟ دكتور تكمل مع السؤال وراء صفحة 4. معادلة الخامسة دقيقة ثواني. أكيد ماكو مثال 4 example 5 ماكو 4 مو يعني 3 5 يعني الخامس والرابع. خامس والرابع سؤالك شنو تكمل شنو؟ التكملة مع السؤال الثالث هو بالصفحة الرابعة. اي هو ثلاثة وراها أربعة مباشرة. تمام اكو احد عنده بعد سؤال؟ دكتور السي اي نوت هنا بالتاون راحت راح تسوي فطور. وين هي؟ اي وين هي؟ بالكسر. دقيقة خل ارجع لها. وين ذو الفقار؟ من سؤالك؟ نعم السي اي نوت بالكسر ما تتا وين؟ صار هواي جوا؟ والله ما جاي اعرف وين جاي تسأل بالضبط. حصلت جواب دكتور باخر صفحة؟ لا لا بداية بداية صفحة 5؟ اي اي بداية صفحة 4. اي هاي بداية صفحة 4 هاي صفحة 4 هاي بداية ايه سي اي نوت يا سي اي نوت من هنا بالكسر الثاني مات سي اي نوت اكس اي اوكي ايه مطلع عامل مشترك مع المطلع قصدك هذا هاي هنا وين راحت سي اي نوت؟ ايه نعم نعم مختصر هوية المقام ايه ايه صح هنا سي اي نوت تربيع هنا سي اي نوت فاختصر هوية تمام تمام الامتحان صار يوم 18 مو اتفقنا مو مرتضى يوم 18 لو شو كنت قلنا دكتور 18 اوكي كنتوا جاهزين واحبطتكم قرار التأجيل ولا لا؟ لا دكتور عادي متعودين على التأجيل. تمام زين اوكي اذا احنا عندنا محاضره راح ناخذ قبلها قبل لا قبل الامتحان لحق ناخذ محاضره بعد اي دكتور محاضره واثنين تقريبا يوم 5 يوم 4 لا ما اعتقد محاضرتين لان 11 ممكن يصادف عيد مو 11 عيد اي فقط يوم يعني الاسبوع القادم ان شاء الله ناخذ محاضره فايضا هم فرصه اذا واحد عنده سؤال او استفسار هم نقدر نناقشه حضوريا يعني اوكي تمام اذا شكرا لكم ونلتقيكم الاسبوع القادم ان شاء الله واتمنى لكم افطار شهي.
أمان الله.